أكد العميد مختار النوبي قائد محور أبين في نشرة إخبارية سابقة أن القوات الجنوبية منتشرة في كافة المناطق المحيطة بوادي عمران، وأضاف النوبي أنه تمت السيطرة كليا على المعسكرين الرئيسيين للتنظيمات الإرهابية في وادي عمران، وأنه على الرغم من البيئة الجغرافية الصعبة للوادي إلا أن القوات الجنوبية تحكم السيطرة على الوادي والمناطق المحيطة به، وأن القوات الجنوبية تلاحق عناصر التنظيمات الإرهابية الفارة من وادي عمران.